شخصية اجتمع فيها كل صفات الشيطان والشر من أوسع أبوابه، لا تعرف تأنيب الضمير أبدا، تستمتع بالقضاء على أعدائها، ولكن السبب ليس المال ولا الشهرة، وإنما ألا شيء. أشهر مقولاته والتي أصبحت أشهر من مارو صاحب قناة حكايات مارو اللي هو أنا، يعني يضحكون في وجهي لأنني مختلف، أما أنا فأضحك في وجوههم لأنهم جميعا متشابهون. وبسبب هذه المقولة وقوتها، الممثل مايكل كاين واللي مثل دوره الفريد مساعد باتمان نسوا جملته اللي من المفترض ان هو هيقولها للجوكر بعد دخوله للقاعة، وده لانه شعر بالرعب الشديد وارتبك جدا مجرد ما شاف الجوكر بواجهه المرعب للمرة الاولى اثناء التصوير، وده لان الممثل هيث ليدجر تقمص شخصية الجوكر بطريقة فعلا مرعبة تخليك تسأل نفسك وتقول هل الشخصية دي في المجتمع بتقدر تتعايش مع الناس بطريقة طبيعية وتتعامل بطبيعتها، ولا دي شخصيتها الحقيقية؟ هيث ليدجر قبل عمله لشخصية الجوكر قرر ان هو يتعمق في الشخصية لمدة شهر كامل ويدرسها من جميع الجوانب النفسية والعاطفية ويتقن دور الشر والجنون والكوميديا في نفس الوقت، لدرجة ان هو بعد شهر فعلا طلع بشخصية جديدة للعالم اصبحت الاشهر في تاريخ السينما، وهي الشخصية المرعبة الجوكر. ولكن كيف كانت حياة هيث ليدجر وكيف كانت نهايته بعد تمثيله لشخصية الجوكر؟ وهل فعلا اللعنة حقيقية؟ لعنة تصيب كل من يقوم بتمثيل هذه الشخصية المرعبة الجوكر. أبطالي يا أهلا، هيث ليدجر ولد في بيرث باستراليا الغربية في سنة 1979، وهو ممثل استرالي بدأ مشواره الفني وهو عمره 16 سنة، حيث قدم هيث امتحانات التخرج مبكرا وتخرج ليبحث ويلاحق حلمه في التمثيل مع صديقه المفضل تريفر دي كارلو، واللي سافر معاه لسيدني لتمثيل أحد الأدوار الصغيرة ككومبارس زي بداية أي ممثل عادي. وبعد وقت قصير جدا وفي سنة 1996 مثل بيرث في المسلسل التلفزيوني سويت واللي قام فيه بدور لاعب دراجة هوائية، وبعدها مثل دور بسيط جدا في مسلسل هوم أند أوي أحد المسلسلات الأسترالية الناجحة جدا، وبعدها قام بعدد ضخم جدا من المسلسلات والأفلام اللي كونت شخصيته وصنعت منه ممثل ناجح حتى عام 2000. ومن عام 2000 لعام 2005 مثل الجوكر عدد كبير جدا من الأفلام واللي كانت كلها ناجحة وكسرت الدنيا. هسيب لك اسماء الافلام دي كلها في الديسكريبشن بحيث ان انت لو حبيت تتفرج على واحد منهم، ولكن دلوقتي خلينا نتكلم عن شخصية الجوكر الحقيقية وازاي كانت حياة هيث طول طفولته لحد ما كبر وراح للتمثيل، وايه اشهر المواقف بتاعته، وازاي كانت وفاته، وهل فعلا في لعنة حقيقية تسمى بلعنة الجوكر؟ هيث كانت علاقته مضطربة جدا مع الصحفيين والمصورين، وده لانه بصق او تف يعني في وش احد المصورين في سيدني، وده كان سنة 2004، لكنه دايما بينفي ان هو عمل كده، وعشان المصورين والصحفيين بيكرهوه جدا وحبوا ينتقموا منه، في 13 يناير سنة 2006 اتجمع المصورين بمسدسات المية وبدأوا برش المية على هيث وهو بيعبر على السجادة الحمراء لافتتاح فيلمه الجديد. وهيث كان في موعدة غرامية مع الممثلة ليزا زين لفترات قصيرة جدا، كانت البداية في سنة 2002 وانتهت علاقتهم في سنة 2004، وبعد كده أصبح العلاقة مع الممثلة البريطانية نعومي واللي اتقابل معاها خلال تصويره لفيلم نيت كيلي، وأخيرا تمت خطبته على الممثلة الأمريكية ميشيل وأنجب منها بنته ماتيلدا روز في 18 أكتوبر سنة 2005. هيث ليدجر وتمثيله لشخصية الجوكر اللي عمل فيه أداء عبقري جدا وبداية لعنة الجوكر الحقيقية في فيلم ذا دارك نايت. قبل بداية التصوير واستعداد من هيث ليدجر للدور الأصعب في حياته، قعد في أحد الغرف في فندق من فنادق لندن وقفل على نفسه الباب وقضى شهر كامل كان بيتخيل خلال الشهر ده الشخصية وشكلها، وبدأ يختار نبرة الصوت المناسبة للشخصية دي، فلازم يختار صوت مؤثر جدا ومضحك في نفس الوقت. فضل يرسم ويتخيل في الشخصية، وفي النهاية اكتشف ان هو قدام شخصية مريض نفسي بيتجسد في شخصية تتمتع بأقل درجة من الضمير اتجاه أفعالها. شخصية الجوكر هي شخصية مهرج معتل نفسيا ويقتل بدم بارد. والعبارات اللي أنا قلتها لك دلوقتي يا صديقي هي عبارات هيث ليدجر اللي قالها في كتابة مذكراته قبل تصويره للفيلم، ولكن لك أن تتخيل كمية الإبداع اللي أبدع فيها الراجل ده شخصية الجوكر وتمثيله ليها. فالراجل ده فعلا عمل حاجة عبقرية بالسهل أن أي حد يعملها. من المفترض أن بطل الفيلم اللي كان عندنا كان هو باتمان اللي كان هيتغلب على الجوكر أو على الشر ويقضى عليه. الناس كانت عارفة باتمان وبتحبه جدا جدا كشخصية بطل خارق، كلهم مستنيين باتمان بفارغ الصبر، ولكن بعد تصوير الفيلم يتفاجئ الكل من منتجين ومصورين ومخرجين ان الجمهور اتعلق بشخصية الجوكر بشكل جنوني جدا، والسر كله يرجع وراء اتقان هيث شخصية الجوكر
بشكل كبير جدا، لدرجة ان انت لما تشوفه في موقع التصوير تسأل نفسك وتقول هل ده فعلا الانسان ده هو الجوكر الحقيقي، ولا ده انسان عادي وجاي بيمثل في فيلم ما تقدرش تفرق بين شخصية الجوكر الحقيقية وبين شخصية هيس اللي فضلت مأثرة عليه حتى بعد ما خلص الفيلم. بعد نجاح شخصية الجوكر العظيمة في فيلم ذا دارك نايت، اترشح الفيلم لـ8 جوائز أوسكار، وفاز هيس ليدجر بجائزة أفضل ممثل مساعد لشخصية الجوكر. ولكن للأسف الجوكر أو هيس ليدجر ما طلعش على خشبة المسرح عشان يستلم الجائزة، والسبب هو الجزء الغامض والصادم والمحزن في نفس الوقت، موت هيس ليدجر. في 32 يناير سنة 2008 تم العثور على جثة هيس ليدجر متوفيا في شقته في نيويورك، وبحسب تقرير الشرطة فإن مدبرة المنزل تريزا سولو هي أول من وصلت في الساعة 1:30 ظهرا لتنظيف الشقة، ودخلت للغرفة في حوالي الساعة 1 ظهرا عشان تغير لمبة الحمام. وجدت هيس على سريره ووجهه للأسفل، وكان مغطى حتى كتفه، وكان بيصدر منه صوت شخير، واعتقدت إن هو كان بيغوص في نوم عميق. قامت بمهمتها وخرجت على طول من الأوضة. وصلت بعدها ديانا ولوزين حوالي الساعة 1:45 لعمل مساج لهيس اللي كان في انتظارهم، ولكنهم فضلوا ينتظروه لحد الساعة 3 ظهرا، ولكنه للأسف ما خرجش من غرفته. فاتصلت على الهاتف بتاعه ولكن ما كانش فيه أي إجابة منه، فدخلوا على طول الغرفة. اتصلوا بالممثلة ماري كيت واللي كان رقمها في هاتف هيس، واللي أرسلت أحد رجال الأمن في شركتها للاطمئنان على هيس. فشلت كل المحاولات في إنقاذه ولم يستيقظ، فاتصلوا على الفور بـ 911 اللي وصلوا في الساعة 3:26، وبدأوا بالإسعافات الأولية لهيس من تنفس صناعي وحالات إنعاش. ولكن للأسف الشديد اكتشفوا إن هو خلاص فارق الحياة، وتم إعلان خبر وفاته في نفس اليوم الساعة 3:30. الخبر اللي صدم كل محبينه وأسرته بالتحديد، حتى وزير استراليا جون هاورد، واللي قال في بيانه إنه لحزن كبير لمعرفتي بوفاة هيس ليدجر، وإنه شيء مأساوي إننا فقدنا واحد من أعز أبناء وممثلي بلدتنا في ريعان شبابه وحياته. مات هيس ليدجر بسبب جرعة زائدة من المخدرات أو جرعة زائدة من الأدوية على حسب ما تم ذكره، ولكن دي كانت بداية لعنة الجوكر الحقيقية. فكل ممثل حاول إن هو يمثل شخصية الجوكر بعد كده لازم يموت بطريقة غريبة جدا وغامضة. عام 1966 كان الظهور الأول لشخصية الجوكر في مسلسل لباتمان، وكان سيزر روميو هو أول شخص قام بشخصية الجوكر، لكنه أداها بشكل سيء جدا والعالم ما قبلوش. فضل طول حياته يعاني من الصداع الرهيب لحد ما مات، وده فور انتهائه من تمثيل الدور، بداية لعنة الجوكر. جاك نيكلسون، وكان مميز جدا في أدائه لشخصية الجوكر، حبه الجمهور وتعلق بيه جدا، وحقق نجاح باهر وساحق في وقت قصير. طلبوا من جاك ان هو يمثل شخصية الجوكر مرة تانية لكنه رفض، وكان السبب في الرفض هو الصداع الشديد اللي كان بيعاني منه جاك طول حياته. وكان جاك دايما بيحذر اي ممثل يقرب من دور الجوكر بعدم الاقتراب منه، وكان ليه اسبابه الخاصة اللي خايف يظهرها للعالم، انها لعنة الجوكر. بعدها قام العبقري والجوكر الحقيقي هيس ليدجر بدور الجوكر، وحكينا عنه وعن وفاته. واخيرا خواكين فينيكس، بالرغم من ان دور الجوكر في الفيلم ده كان مختلف كليا، فهو بيحتوي على بطل واحد وهو الجوكر، الى انه من اكتر الافلام المؤثرة واللي اثرت فيها شخصيا. بيظهر فيها الجوكر ممثل كوميدي بيعاني من الفشل، وفجأة بسبب الضغوط والمشاكل يتحول الجوكر لقاتل ومجرم مرعب. ومازال خواكين بخير لحد الان، ولكن الله اعلم في المستقبل هل لعنة الجوكر هتحل عليه ولا هيفضل بخير. بالمناسبة الفيلم الأخير للجوكر واللي اتكلمت عنه من شوية، عملت عنه زي ملخص كامل أو فويس أوفر صغير، وده كان قبل بدايتي لليوتيوب، وطبعا هتلاقوه موجود على الانستجرام، بقول فيه عندما يتحول الإنسان الطيب. فيعني خشوا اتفرجوا عليه واعرفهم أنا قصدي إيه، شاف إيه الدبانة اللي بتيجي دايما بعد ما خلص تصوير دي. ولكن على كل حال يا أبطال، لو حابين فيلم من اقتراحي بعد ما وصلتم لنهاية الحلقة، فأقترح عليكم الحلقة اللي اتكلمت فيها عن حمزة بن دلاج، شخصية الهاكر الجزائرية القوية جدا اللي حيرت العالم وعملت مهام صعبة جدا. هتستمتعوا بالحلقة دي بشكل كبير ومشابهة تماما لحلقة النهاردة، ولكن بعيدا عن الأسى والأحزان اللي احنا بنتكلم عنها، فهتعيشهم قصة هاكر جزائري قوي جدا. اتمنى ان المقطع ده يكون عجبكم، ما تنسوش تضغطوا لايك لان ده بيزود ان المقطع ينتشر اكتر، وبكده مره يوصل لهدفه اسرع. بفضل دعمكم وتحمس واعمل فيديوهات اكتر، ان شاء الله نحقق الهدف في اقرب وقت. ما تنسوش الانستجرام بتاعي، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. ولو وصلت للنقطه دي فتاكد ان انت قائد من قاده الابطال، اكتب في كومنت قائد من قاده الابطال عشان اعرف ان انت وصلت معايا لنهايه الحلقه، واديك احلى قلب
وبس خليكم في أمان لحد ما أشوفكم على خير في مقطع جديد، والسلام.